هذه الموسيقى اللي اختارتها واللي باش توصلنا 53 دقيقة بعد 8 متاع الصباح في الماتينال. نجمة صباح على نجمة افهم. نحكيه في ليميت هذه وحتى في ليميت اللي فاتوا على ظاهرة الحقيقة ما هيش جديدة برشا، أما ظاهرة ولا تتقلق وتعب كل مواطن ينجم يخرج وحده وإلا حتى مع العبيد. اليوم وليت في النهار والقايلة كما يقولوا البركاجات. معنا صديقة فتاة تعرضت لبركاج، شفنا تصورها أمس دارت برشا على غزو سوسيو، حبينا ناخد من عندها أكثر تفاصيل وخاصة نطمينوا على حالها البنية كيفاش وعلاش صار. ما يفوتك شيء مع نجمة صباح. أميمة جلاسي صديقة البنية اللي تعرضت للبركاج، صباح النور. صباح الفل. عسلامة ومرحبا صديقتك اللي رفضت إنها تقول على اسمها، التفاصيل تحتفظ بها، نحترمه هذا. أما حبينا نعرفوا كيفاش صارت الحكاية وين خاصة. وين صارت؟ في سيدي حسين الجيارة، منطقة تبع ولاية تونس العاصمة. تسكن غازيكا كما أيها الناس، تروح معناتها من الخدمة ما هوش مخر، معناتها براتيك ما مع خمسة ستة، تسكن في بلاصة فارغة شوية. يتعرض لها شكون يحب ينحي لها ساكها ويضربها، يكركرها لوطة في القاعة، وهي معناتها من الضرب اللي كليته كي ضربت في وجهها، بعد يضربها بنعرفش شنو خاطر ما شافتش في وجهها، يحللها وجهها ويحللها ساقيها في خدها بدهنة بلام ولا سكينة ولا بنعرفش بيش، ما نجمتش تقاوم، هي طاحت وقت اللي ضربها ما فقتش بيه من الضربة، معناتها مازال بدنها سكون ما حستش الضربة. تطلب واحد من عائلتها يجي يشوف وجهها هكيكة ودموماتها، مشيت بطبيعة باش تغرز والكل، ما تنجمش تشكي لما تجي تختفي، تمشي عنا مستشفى لهنا اسمه شرنيكول كل تعرفوا. يغرزوا لها غرز، نحكي لك قولك كيني خيطوا في سروال ولا حاجة لطف. حتى الطبيبة من بعد خطر كي مشيت للتخيفي بعديك قلت لها هذوما مش غرز، هذوما تشويه مش غرز. فهمتني؟ حلوا لها 15 غرزة في وجهها والباقي 9 غرز في فخذها. تمشي تشكي، الحادثة صارت عندها 12 يوم. الستة يبلو لانين هي ماهيش فايقة بشيء، ماهيش مستوعبة شنية اللي صار لها، خاطر ما كنت لهيش لا على البال ولا على الخاطر. قاعدين نشوفوا احنا في تصاور ديجا معاك أميمة وانت تحكي، تصاور كانت دارت على لي غوزو سوسيو وحكيت عليها العبيد، هذوما نورمالمون اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا، هما تصاور صاحبتك اللي ضربت، هذوكم التصاور نتاعها الصحاح اللي احنا اخترنا باش نهبطوهم في الجروب نتاع الاستاذ، الكل شافتها. اما فما حاجه اخرى، البارح الصفحه الرسميه نتاع موزايكا سمتها بتبركاج اللي هو صار في حدائق المنزه، واللي الطفله اللي بركيوها اختصبوها وبعد بركيوها، واللي سيدت شد سيئ. يهزوا تصاور صاحبتي يحطوا عليهم اللي هي هذيك هي اللي الحادثه اللي صارت في حدائق المنزه، ويحطوا اللي هي معناتها نفس التصاور حطوا عليه، خاطر الموزايكا فيما هبطت حتى تصويرها هبطت جوست معناتها الاختيكل. يهزوا هما تصاور يحطوا عليها الاختيكل ويكتبوا واللي هي صارت هنا وسيدة تشد. السيد اللي بركة صاحبتي ما تشدش وما عرفتوش المرة الأولى كشكيت، معناتها كشكيت للحاكم ما عرفتوش. بعد بنهارين معناتها نشوفوا في اليوتيوب تهبط فيديو في برنامج بلا قناع، السيد هذا عملوا له انترفيو. السيد هو حس كي كانت أي واحد يتفرج في الـ في الـ في الفيديو يفهم اللي هو إنسان اللي لبس مريول الأخضر، اللي لبس مريول بالأخضر والأبيض هذاك. ولا هذيك هو هذيك هاكا ديجا حكي معدي 30 سنة حبس ناقم على الوضع، حتى كي تتفرج في الفيديو تفهم كل شيء اللي هو ناقم على الوضع. التوى لا تشد، عنده 12 يوم اللي عمل الحاجة هذية في الطفلة، والتوى لا تشد. وباش نوضح حاجة، راهو الحاكم والمنطقة متاعنا ماهيش معبرة الحكاية برشا، معناتها كي حكيت المرة الأولى وكي مشيت قالوا لها معناتها اش تحبنا نعملوا له، باش نقعدوا ندوروا عليه، كيفاش تقعدوا تدوروا على الطفله؟ معناتها في حالتها النفسيه تعبه 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 بالحق، تعبه برشا، وزيد العباد تكمل معاها
نداء لأي واحد راهو كي تهز تصاور وتحط عليها حاجة غالطة راك تزيد تتعبها نفسانيا بربي باش أنت تلم وما عارفش قداش من جيم ولا حاجة راهو عيب راهو حرام عليكم الطفلة ماهيش ناقصة حتى أقرب الناس ليها هي بالحق تعرضت للاغتصاب أما مخبية أنا نحترم الطفلة اللي اختصبوها وربي معاها مسكينة وحتى كان هكا راهو مش هي اللي اختارت الطفلة راهي حادثة معناتها حتى كان فما حاجة راهي حادثة وهي لا صار لها اختصاب لا صار لها حد بيه شيء بيه خلينا نفهم حاجة أنا وميم التصويرة هذيك اللي جيت في وجه صاحبتك 15 غرزة اللي مغايت مخليتينا كيكة 15 غرزة ل 38 ولا اللي يحكيوا عليه وما نعرفش قداش يحكيوا في حاجة غلط تلمتش شوية الضربة أنا يهمني تو في صاحبتك أكثر من كل شيء تلمتش شوية على الأقل الضربة حالتها النفسية شنو صاحبتك تو حالتها النفسية تعبة على الأخر من بعد تنجم تحكي من بعد تحب شكون يكلمها حتى أنا حسيت الأمورية باش حتى حد ما يقلقها على خاطر تعبة لو طو معناتها تلم الجم تلمش هو جرح من نهار السبت اللي فات اللي قبل ما انت عندها 12 يوم الخياطه الساعه معناتها كنت تشوفها الخياطه تشوفها ماهيش استيتيك ومعناتها غرزه عاديه في وجهها شلا بس معناتها السيد اللي لابس في بلاقينا على المريول نتاع الجزائر هذاك هو ذاك اللي قام متأكدين على خطر شافته في النهار وزيد كي شافته احنا كي شفناه تصدمنا على خطر ما لقينيش تصويره ومن الاول ما عرفوش الحاكم وقلت لهم راهو بعد كي شافته في بلاقيناه مشيت ديريكت للمركز وقلت لهم راني متاكده اللي هذا اللي ضربني راني نعرفه معناتها خزرت وجهي في وجهه راهو هذا هي تصدمت وربي سبحانه حب يظهر لها حقها على خاطر ما عرفوش وما عندوش تصاور وما من الاول الحاكم ما عرفوش وهي ما عرفتش توصفه بالكدا إبان بعديك تلقى هدوء في بلاقيناه إن شاء الله لاباس إن شاء الله لاباس اللي كنتي والعائلة الكل رواه الأثر بشخط حتى عند العائلة منى أكيد الأثر اليوم نفسي خاصة كيف نحكيه على أضرار مادية وقت اللي أنت تخرج ماشي مروح من خدمتك معناها ما تعرفش يقول لك ساعة القضاء عندها غفلة ولا كيفاش يقولوه المثل أما إن شاء الله احنا نتمنوا لها الشفاء العاجل وخاصة كما كانت تحكي صديقتها أميمة نقص من الإشاعات على خاطر الناس هذم كي يتضروا يضروا نفسانيين أكثر منه وحق الرد يبقى دائما مكفول لأي طرف مؤسسة تم طرحها في هذا الحوار هكذا نكون وصلنا الآخر نجمة صباح بالنسبة لليوم جرون ميرسي ليكيب كامل كوتي ريداكسيون برود وخاصة كوتي تكنيك مريم غدوة نرجع لكم في نفس الوقت بارتين من 6 حتى 9 تشاو تشاو باي باي أدمه